السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم متابعي قناة ميمو بانز. في مقطع آخر سنتطرق فيه إلى حدث غريب جدا، وهو حدث الراوند 2 الخاص بتايلاند الذي سيتواجد معنا إن شاء الله يوم الجمعة، وسيكون بحول الله مثل الراوند 2 العادي تماما، ولكن بجوائز أكبر في عدد مباريات أقل. كما تلاحظون مجموعة هذه النقاط التي سنحصلها إن شاء الله من الراوند 2 الخاص بتايلاند هذا، لمن لعب الراوند 1 سيكون 5000 نقطة، نعم 5000 نقطة، وكذلك أسطورة. وبعد نهاية الراوند الثاني سيتواجد معنا إن شاء الله الراوند الثالث والذي يضم 5000 نقطة وأسطورة أخرى إن شاء الله. هذا كل شيء يخص مقطع اليوم بالمختصر والمفيد. إن أعجبك المقطع فلا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع أصدقائك إن أمكن، ودمت برعاية الله وحفظه لمقطع آخر إن شاء الله.